président de la Ligue vous parle, monsieur Abou Kamal. Donc c'est au sujet de l'accueil concernant justement cette Boutola Yenina Nani Mouchtahan, Yemzianan. Donc alhamdoulilah, on a accueilli les arbitres, les membres, les VIP de la fédération. باش ندياس انت ورا هذه اللي يعني هذه اللي تقيم بيان كوم الفو دايك لا دايك البروفيدونسيا غلا اتلانتيس لي في بي دو لا فيديراسيون لا الرئيس الرئيس الفيدراليه رئيس لوفاك سيد مصباحي والحمد لله يعني اقلق دون اون امبيونس بارفيت فرح الغشي هذه السنة ديوسنا ان تي بو كلوب كلوب جايك لا 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 يعني لا لا الجيري يعطيكم الساعه دونك تو دونك فوالا اتمنى لي ماسك ان شاء الله الامس الخير. بون بالنسبه للاستقبال استقبال هايل. انا صافي لونطون ما جيتش شامبيونا ناسيونال عندي مده ولا غير الحمد لله لا ليغ قاموا بنا من ناحيه ليبرجمون ولا الاكل ولا سوسوا لا ليغ ولا لا فيديراسيون الناس كره ما ناس بجايه معروفين الله يبارك اجواء عائليه لي زاربيتر صافي لونطون ما تلاقيناش اليوم تلاقينا كامل لهنا الحمد لله تري بيان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا نشكر الاخوه حسن ساحي وظهير ورئيس الرابطه سي عبو كمال على حفاوه الاستقبال. وانا دائما نحب نجي لبجايه يعني بجايه يعني عندها معزه خاصه وكان يعني استقبال في المستوى والتنظيم يعني تاع ولايه بجايه المنافسات الرياضيه تاع الكاراتيه دائما تكون عندها جوده ومستوى ونكهه خاصه وحنا رانا فرحانين هنا لذلك انا راني هنا والا ما نجيش دائما يعني كاين حفاوه وهم اصدقائنا واخواننا ان شاء الله. بارك الله شكرا نلقاو ان شاء الله المنافسه ان شاء الله ازكى نروحها. بون السلام عليكم حاج الاولى مرحبا بنا عندكم في مدينه بجايه مدينه المضيافه. انا بن تركي صوفيان حكم رابطه الجزائر. استدعينا لهذه البطوله باش ان شاء الله نكونوا بين الطاقم التحكيمي اللي راح يعني يحكم في هذه البطوله الوطنيه لكاتا. اليوم رانا في مدينه اوقاس مدينه ما شاء الله. رانا في هذا الفندق فندق معلم تاريخي بامتياز يعني ما شاء الله. نشكروا اتحاديه على يعني هذا التنظيم المحكم ان شاء الله تكمل الموعود ورد وهكذا. نشكر رابطه بجايه ايضا اللي يعني استقبلونا بحفاوه واستقبلونا استقبال كان يعني رائع. ان شاء الله تمر بطوله في ظروف مليحه ورانا متوقعين ان شاء الله تكون في ظروف مليحه ويعطيكم الصحه ان شاء الله. الحقيقه والله اجواء ممتعه خاصه في هذا الليل هذا الجميل اللي فيه نسمات البحر اللي راهي معنا لهنا فيه الزوار فيه ما شاء الله شيء ممتع الاستقبال في المستوى المطلوب قاموا بنا مكان الإقامة ممتاز مكان الغذاء والمطعم شيء جميل يعطيهم الصحة تبارك الله في ناس جاية.